بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الغافر للاحتراف. اليوم إن شاء الله سوف أشرح لكم لعبة الذين يحبون الألعاب، لعبة شارك أتاتش. طبعا هذه اللعبة جميلة جدا، أنا قمت بتجربتها وأعجبتني فأردت أن أشاركها معكم. طبعا أول خطوة كما تعودنا نقوم بتحميل الملف أو اللعبة من الرابط أسفل الفيديو. طبعا تركت لكم رابطان، رابط الميديا فاير ورابط للموقع ميغا أو ميغا. طبعا نقوم بتحميل من موقع ميغا، أنت اختار كيف تريد تحميله، موقع ميغا أو موقع الميديا فاير. سوف يأخذنا إلى موقع إعلانات، انتظر 5 ثواني ومن ثم نضغط تخطي الإعلانات أو سكيب أد. بعد ذلك سيأخذنا إلى موقع الميغا أو الميغا. كما تشاهدون هذه هي صفحة موقع ميغا للتحميل. طبعا قمت بشرح الموقع في الحلقة السابقة. طبعا كان هنالك سطر بالكتابة الزرقاء في الأسفل هنا نقوم بالضغط عليه للتحميل، وإن لم يكن فنضغط على هذه الأيقونة السوداء التنزيل من خلال المتصفح، نقوم بالضغط عليه ويشرع لدينا بالتحميل. طبعا أنا لن نقوم بتحميله، أن يقوم بتحميله مسبقا. طبعا هو سريع التحميل، لذلك أقوم برفع الملفات عليه. وطبعا ولمن أراد التحميل موقع الميديا فاير سيجد الرابط أسفل الفيديو، قمت بشرح طريقة التحميل في الحلقات السابقة. كل ما عليك الضغط على تخطي الإعلانات وسيأخذك إلى الموقع مباشرة. الآن سوف نجد ملف مضغوط بهذا الشكل، نقوم بفك الضغط عن إكستراكت هير أو استخراج هنا. سينتج لدينا ملفان، نقوم بحذف هذا الملف لكي لا تختلط علينا الأمور. سينتج لدينا ملفان، نقوم بحذف هذا، قمت برفعه لمن لا يعرف قناتي فقط. نقوم بالضغط على هذه أيقونة التنصيب مرتين ومن ثم نضغط نعم. بعد ذلك نضغط next، ومن ثم إذا كان خيار الثاني نضغط الخيار الأول I accept، ومن ثم next. هذا هو مسار البرنامج، ومن ثم next، ومن ثم uninstall. طبعا كما تشاهدون شرف على ان انتهى. نضغط فينيش. طبعا لا يحتاج الى تفعيل ولا تحتاج الى تفعيل ولا لاي شيء. طبعا هذه هي ايقونة اللعبة كما تشاهدون، هذه هي ايقونة اللعبة، وهذا موقع اللعبة. نقوم بحذفه لمن اراد حذفه، انا سوف اقوم بحذفه. جديد، هذه هي اللعبة، نقوم بحذف أيقونة التنصيب. سيأخذنا إلى موقع اللعبة، نقوم بغلق هذه النافذة، نقوم بالدخول إلى اللعبة تجربتها. طبعا كما تشاهدون ها هي اللعبة قد اشتغلت كما تشاهدون. طبعا انا ظهرت في واجهة صغيرة لأجل الشرح، وانتم ان شاء الله ستظهر لكم بملء الشاشة. فقط انا جعلتها تظهر في شاشة صغيرة لأجل الشرح فقط، انتم سوف تظهر لكم بملء الشاشة. اضغط على اي حرف في الكيبورد، ثم يذهب الى نيو جيم، ثم نيكست 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 بلاي. كما تشاهدون قمنا بالتحميل. نضغط على اي حرف الكيبورد،
ما تشاهدون بدأت اللعبة بعمل، طبعا لعب بالفأر ما تشاهدون، لديها جرافيك وتصميم رائع جدا، لعبة جميلة صراحة. طبعا فقط احببت ان اريكم اللعبه من الداخل. طبعا هذا كان شرحنا لليوم، اتمنى ان يكون الشرح قد عجبكم. لا تنسوا ان تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناه ليصلكم كل جديد، واتمنى ان تكتبوا تعليقاتكم وما تريدون ان نشرحه لكم من البرامج. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.